بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. مع بعد ما خلصنا المقطع اللي راح الشباب كانوا طايحين هنا كلهم، لقينا مكان نسوي فيه مشهد بس ما حيقدر يسوونه، فخلينا البقي يفتح لهم الخط ما شاء الله تبارك الله لانه خفيف، لين يسير الخط والمضمار وكلهم شايفين الخط. تمام. ما شاء الله تبارك الله. طبعا جرب يمكن حوالي 3 أو 4 مرات الين ضبطت معاه باذن الله. السنارة الاخيرة هذيك وين ضوى؟ ما شاء الله تبارك الله. يلا وين الأبطال؟ وما شاء الله تبارك الله تركي، أهلا وسهلا، مشرفنا من أعضاء فريق القوة الدفع الرباعي. تحية لأبو يحيى، تحية لكل الأعضاء ما شاء الله تبارك الله. يا تركي انتبه بس يا عيال، انتبهوا للصدام لا يضرب وجهه. يا أبو طلال جرب أول شيء الصدام كيف؟ ما لا ضربة بسيطة، هذه ما عليها ضرب. نرحب فيهم اخواننا واحبابنا. اول تركي مو لازم من اول مرة، جرب الاولى. تبارك الله، والله اني عارف انها قوية، عشان كذا قلنا البقي بس يرسم له بالطريقة عشان يعرف منين خطه ومساره من هنا مع الظلام هذا. مغصتهم يا تركي، مغصت بطونه والعين بطلوا. ارجع خطك. لا تجون اسمعوا كلامي. خليه يعدل ايه. وبعدين انت في الكرسي ذا اللي تاخذه كل شويه. يا جماعه الخير انا احط كرسي عشان هو ذا امتحني في عمري ذا، لا اصق في عمري. روح بسم الله. يستر عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر. كفو يا تركي، كفو بيض الله وجهك. دقيقه من بيجي؟ لحظه خلي الجمس. والجمس والله من اللي طفى النور يا عيال؟ ابو فيصل يبغى مسافة بس شوف صدامه. جيبوا لي سياراتكم اللي واقفة هنا بالله، تضوي علينا يا شباب، اللي عنده ليد يجيبه. ليش طفيت؟ دقائق بس خليه والع لين يجون بجنبك يوقفهم هناك. وخوينا انا ما اعرف شو اسمه لكن برضه من الاعضاء. جاهز روح. مسافة بس صدام الله يهديك. وش يطلعوا طيب؟ يلا خذ مسافة ورا. صدام. لا تسوي كذا. يساري الف. ايوه. الطول مشكلة. حفلة. لا تختلف هناك أحسن. ما يلف. شو اسمه هو؟ غالب؟ سريع بالله واير من الجنب بس. خالد يا خالد دقيقة بس، يسحبوك جنب كذا وتطلع كذا وتدور وترجع. لحظات، هذا جنب آخر، سيارة طويلة فضرب صدام ها زي ما تشوفون في الخلفين. اضرب فرامل يا ولد. دقيقة فرامل. اسحب، ما ينفع كذا. قاعد ينزل النسان. الله يخرجنا. رجلك على الفرامل. حاول معاه ارجع ورا.
دقايق ما هو غلط، بس يسحبون شوي كذا يوخر من الصدام، بس الجيب يسحب، الجيب ضعيف. يلا ما عليه فدا. الجيب خفيف يا جماعة الخير، فكل ما حاول يسحب سيارة ما شاء الله وزن. خلاص يا أبو فارس، ضوينا الضوء عليهم. هذه الآن محاولة ثانية. المحاولة الأولى كان الموتر صغير شوي خفيف ما قدر عليه، وهذاك طايح شينا هنا. يمين وانا من في السيارة. وبس يبغى يحرك شوي، يسحبه يعدل الواجهة عنده. بسم الله. بس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. خلاص الان كذا تعدل. وانا اللي يقول اسحبوه من قدام قول سابع اللي يقول اسحبوه من قدام. ما يجي من قدام، الكفر هذاك ما هو راضي يلف معاي يمين، مستحيل. كله بالعقل يا شباب، في البر كله بالعقل، فكر واحسبها صح ولا تتهور. شباب جاكم اللي ما يعرف يتكلم مع احد، هذا لغته ما ندري وش. لا اسمع عبد القادر، انت الحين لو نزلت حتطلع كذا، ابغاك تنزل من فوق دور خذها ثاني وانزل من هناك. يلا ثواني تعال قدام. اللمبة هذيك طافية يا عيال. شوف لو نزلت الآن نفس الحكاية حتصير، كمان مترين هناك عشان تواجه الطعس هذا. شفت الطلعة فين؟ واجهها. انزل بشويش. أيوة السلام عليك. أنا خايف بس صدامك يضرب والله. ها قرب شوية بعد. إيش أول عدل وروح، سمي بالله روح. والله يا جماعة قوية، تبغاني أنزل أنت واجهك. هلا منو ذا اللي يقول أنزل أبو فيصل؟ ها الشبكة عندك وين؟ هنا الجوال معك مرة بعيد. تصرف يلا انت، يا وخر مكانك. طيب انت سرواني اطلع من مكانك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. روح تراك تنحرف عن الطلعة نفسها. الطلعة يسار شوي، لف الكاميرا ذي أبو فارس، لفها دي كلها، لفها شوي هنا. دوار السعادة، إنه دوار السعادة. وين أبو طلال؟
ابو طلال يلا. على هونك يا عبد القادر، على هونك، ولا عليك من اطلق واحد هنا جالس، ولا عليك من هذا اللي جالس. ايوه واخرع عنا يا عيال. اخرع عليه يا ربي. دقيقه يا بلال، دقيقه. يلا يا بلال. والله صعبة يا جماعة الخير، ما شاء الله عليك يا تركي. أنا ما أتوقع غير تركي يجيبها. لا وبعدين ربع يعني، عارف هذول طوال. هذا يجيبها دام طلع كذا، يجيبها. لا بلال ممتاز الحين، يجيبها ما شاء الله. جد يا بلال فكر عليك. تعال اللي تخزي العين انت. اعطوا له السلك حق السناره يا عيال. يلا سمي بالله، عارف خطك يمين ها؟ دقيقه خلي احط لك اللمبه. خذ مسافه، خذ مسافه يا بلال. يلا بسم الله. ما من هنا ما تيجي، ارجع ورا شوي. ارجع ورا ما تيجي من هنا. خذ عزم. ايوه فوق، اول ما يرتفع خشمه يمين ها. جيبوه هنا عشان اللمبه. هو عشان اللمبه هاي يعني عشان الضوء. انا كل ما اشرط من سياره يقوم يشغلوا لي الثاني. اتاكد ان الخبطه تمام في الارض. قم انت جيب سيارتك يلا. يلا ولا شفنا الشاي احنا، ايش في؟ طفى نوره، طفى النور يا ولد. اي نور عندك؟ طفت السناره. ابو فيصل سكر شويه عالي، اعطيك شويه. لا ما ابي، ما احب السكر نهائيا. روح. بلال كذا غلط، ولا تقدر تجيبه، ولا جبت تحت تنقلب. تعال هنا عشان في مجال تلف. ايه شغال معاك. تعال غير مكانك، يمكن عندك ما في شبكة. ابو شوق وين جوالك؟ يا عيال لا تكلموه، خلوه عشان لا تربشونه. بلال الرامي انتبه له لانه يرفع. يعني اجيب تركي ثاني مرة يعني ولا ايش؟ يعني ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. خلي ابو طلال. يلا ابطال جيب لنا العيد انت. يلا يا ولد. يلا جيب الكرتون. بلال والله يا ريتك تاخذ لك متر ورا. سيبوه يا عيال. سيبوه، ترى هنا ما فيها يعني، يعتمد على نفسه وبدون ربشة. اسكت يا ابو طلال. اسمع روح دور وتعال ننزلها نزول، لانك خربتها على نفسك. يلا تعال اوكي مكانك. لف يسار تعال ابو شوق، بوديك بيتكم.
هاي لا تخربها روح لا توقف. هاي خرب المكان الثاني. يا عيال غلقتوا البنزين في العوين عوين دي. يلا باقي دقيقة يا بلال من هناك نزولك. ارجع ورا. طبعا احنا نستخدم البقية اساس يفك الخط لهم. يلا يا بلال. ان شاء الله تكون الاضاءة واضحة لكن يلا معلش اعذرونا احنا في الليل. السنارة اللي ورا هذه من شالة ما منها فايدة هذه قاعدة تضوي عليكم. جيبوا لي هنا كذا. جيبها قربها قم. ما يجي لها. حاول تقربها اكثر شيء. يلا زي ما انت مخطك ولا احلى منه. طالع قدامك هنا. ايوه سرواني. سرواني وين يا عيال؟ لا لا خلوا من هنا. روح روح يا بطل. يا ولد ابو خالد تخربها. يلا ما شاء الله تبارك الله. بلال الآن وتركي قبله وحتى الآن نرى من سيأتي. لا تضيع المسافة عليك. روح لا تضيعها عليك المسافة. الرجوع ورا ما تقدر. ارجع ورا بسرعة. خذ مع عزم. روح عزم ورا اكثر. قصرت السلك اليوم. والله يجيبه ابو خالد. بس ارجع ورا خذ مسافه من ورا. ارجع حط رجل. شو ضرب فرامل. ما يجي ما يطلع معاك. كفو والحماس. يا ولد ما شاء الله عليك ابو خالد. هذا نقوله خذ عزمك واطلع. دب صدماتك ما تضرب في الوجه ما عندك اي مشكله. سعيد الثانيه هذه لفها كذا شوي. دقيقه بالله اقول له خلي الغبار يروح. يا سامعنا هو. يلا خالد جلاديتر. يا وحش طيك خير ويكفيك شره يا رب. خلاص ما نبغى شيء. الربع جاء مشو. هو شايفه من هناك ما شاء الله تبارك الله. تحمسوا الشباب. ابو طلال بتقوم ولا لا؟ هي لازم تنهد شويه. ترى اول واحده اللي جابها تركي ما شاء الله تبارك الله. والله العظيم للامانه ما كانت سهله وانا كنت خايف عليهم والله العظيم يعني ينقلب هنا لان حرف يا جماعه الخير. شوف حرفه ما هو بسهل. وبعدين شوف الهاويه كيف تفتح. يلا يا ابو فارس قول بسم الله توكل على الله. طبعا ينزل للمسافه اللي يبغى يشوفها الموتر يدي منها ويشد. من قلت ها ضيعت المترين. يلا طلعت على الخط. ارجع هنا جبتها. وقوم
كذي طويل ما شاء الله تبارك الله، يعني عنده الضربات اللي ياكلها من الصدام الخلفي فيتعبوا. وبعدين سخن مع الطلعات هذه شوي، خليه يبرد الجير ويجي. بعد اطمن على الجلاديتر هناك، خلوا عليك. طلعوا يا شباب الان. بس بس ارجع بسرعه. ابو خالد، ابو فارس، لحظه لحظه، ابو فارس، ابو فارس، اذا وصلت من هنا وما قدر ما له داعي التحفير الاخير، لانه رفع الجيب. لا ما يمشي، خلاص وقف، خطيره ترى، ما هي سهله والله. يا نحاول يعني اوكي نسوي شيء واكشن، لكن السلام اهم شيء. فالطلعه الاخيره يوم وقف في الاخير، التحفير الاخير هذا اللي انا اتكلم عليه، هذا ما له داعي، ما يصير. الظاهر غرد، نزل هواك وتعال يا ابو فارس، نزل هوا. ايش فيه يا ولد؟ ما عليه، علق يسحبونه. يا بلال روح الجلاديتر تعلق. ابو فارس كل ما قربت من هنا ترى اسهل لك. ايوه هناك قويه مره، ترى حفرت على نفسك انت بعد. شباب لف ال هذا لف هناك بس. يس ومع التعرجات دي اللي طلعت منها انت سويتها. اسمعني نزل، اسمعني اطلع نزل الهواء شوي. الهواء عنده مليان كثير. ولا فجاه يتقدم في ثقه. استنى استنى يا فجاه، دقيق دقيق. خذ عزمك. يمين 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 يمين. اوكي. عليه يبغى لنا نطول زياده هنا، المشكله ما احنا قادرين نطول لهم هنا، ويطلع يشوف الدنيا ظلام قدامه هنا. ايش فيهم العيال؟ الله تبارك ما شاء الله لا قوه الا بالله. من جاء قائد المسيرة. أبو فيصل أرسل أبو فيصل معك. لحظة شوية بس حتى طلع السيارة من الفجي هنا، ما في مجال وراه. أوكي أوكي لحظات يا شباب. هنا الجلاديتر طلع وتعلق. يا ولد. أيوة. وذا خوينا ذا بس يسحب خلاص. بيض الله وجهكم. ورجعنا للجيب النيسان. تعال يا ابو طلال يلا. طبعا احنا ما احنا محددين لهم من مكان، يعني لازم يكون قبل النزول هذا بثلاثة متر او مترين يشد، لان لو نزل تحت مستحيل. اقدم لنا تشوف المكان المناسب عشان ما ابغى صدامك يضرب. لف يسار يا ولد. هاي عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. قال جلاديتر انا عجبتني ابو فيصل ماله تعال. طبعا شوفوا قوتها من هنا، بس هم كلهم جابوها من فوق شويه من ارتفاعها 3 متر. اصبر يا ولد.
سامي بالله جماعة ترى تحت هو ويلي رفعت ولا كانت تجي مع انك زحفت يمين شوي يا اخي الله شفنا لك قهوة ولا شو ماكو شيء دام ذا جالس يلتح جنبك من لا تصب له شيء قاعد اصب لك انا هذا لا تعطيه تسقي شيء حتى الكرسي حقي قاعد قم يا خالد رحت كذا شوية تعال هنا ايوه زحفت هناك كثير ابو طلال يلا كل ما زحف السيارة زحفت هناك تلاقي كذا معليش معليش ارجع وقرب هنا يا عندي شوي شوف هنا الطعس نازل شوي هناك يبتدي يوقف تمام فيصير صعب مره ليش غيرت نمرتك النمره هذه مي زي الاولى لا اول ايش ثاني هيطلع ثاني لما جات معاك نمره معينه تغيرها ولكن هو يغير يبغى يختبر سيارته الثانية فيها قوة باور فيها حشر طيب اسمع كلامي روح وتعال ننزلها نزول للتحفير هذا ما حيخليك تطلع مرة سويت لك زي المطبات هنا هذا اللايف حقنا في التيك توك يا جماعة الخير وين اللايف؟ ما شاء الله تبارك الله تعدى 3500 ها ما هي طيب حبيبي اللي بعده يا بلال ترى في صحن ملوخية فوق النيسان جاي بعد احلى ملوخية احلى ملوخية روح ولك روح نتفه شفت احلى صحن ملوخية فوق شفته؟ والله هم سووا فوق الله عليك ما شاء الله تبارك الله حمسوني والله يلا تعال معصي يا دجي اطلع على جنب انا نشبهم موجودين ان شاء الله سمرانين هنا بيجي يجي يلحق العشاء ما عاد يلحق الفعاليه حي الله سحاب منور مين سحاب هذا؟ هذا خوينا محمد سيف اهلا وسهلا أنا يعجبني شوف اللي لا طلع وشاف السيارة ما طلعت تمام يهدي ما عاد يحفر لأنه لو حفر صار زي المطب له ويرجع يعيد فيها يطيح في نفس المكان اجلس ولا شفنا قهوة ولا شفنا شيء والجمهور يقول لك ما شاف الفورد يا أبو فيصل والله ما شاف الفورد بس يا أخوة يا جماعة والله يعني رحم الله أمرنا عرف قدر نفسه والله ما يجي لكن برضه انا عارف ليش كمان السناره الاخيره مشبوكه فيه طيب هذا عذر والله مو عذر عدل لك النور خدمه على طول والله مو عذر شوف كذا النور هجر ابو طلال ابو طلال تسمعني طيب السلام عليك يا بلال هو هذا الصح يوصل اخر شيء ويرفع رجله ابو طلال يقول لكم ارجع سريع خلص حاله بس القياد ويجي من راح مني ينقد مين ما ادري والله يقول في حاله حصلتها خلصها وجهي الشبكه غير مستقر ود اطلب عد روح تدور عليهم كلهم السلام عليكم صعبها مو صعبها عارف لو حفر فوق خلاص ما يقدر هو الان سلك الخط صح اي بس هو ينطلق من قدام مو زي اول ايوه اقوى بروح يقول لك من فوق وارجع
روح 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 تيجي معك ارجع ورا شوي. يلا سمي بالله من هنا. روح بس بس. ابو خالد روح روح يا ويلي ارجع ريوس. ايش قابل؟ لا مو قابل شيء يبغى يرجع يسلك الخط. يا الله ما عليه. هذا الصح ما شاء الله تبارك الله. كيف الان البث يا شباب؟ هذا ابو فيصل اخذنا المايك عنه يروح يجيب الفورد ان شاء الله. يلا يا ابو خالد بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تعال يا ابو جوني. الان ننتظر محاوله ابو فيصل. وهذا الفورد ما شاء الله نازل عليك يا سرواني. قوم قوم يا سرواني قوم. طف طف الجانب المسلوق. يلا ابو فيصل بس لا تسولف. روح عدل. لا لا صديق ما في سيدة ما في. روح بسم الله توكل. يطلع ولا ما يطلع؟ يطلع ولا ما يطلع؟ بسم الله. توقعاتكم. توكل بسم الله. تبارك الله كفو ما شاء الله تبارك الله. رد ايش محاولة ثانية؟ ابو خالد ابو خالد جال بعبع. يلا ابو خالد ايش تبغى تسوي من حفلة اليوم؟ محاولة أولى. بابا لف واخذ لف ورجع أخذ لف ورجع. يلا فاتك أصدق ورا طلعنا مرتقى. لا 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 خذ مسافة. ما فيها شيء بس المشكلة فوق. يطلع لو طفى اللمبة الخلفية. لاند لاند والله ما في لاند يا ابو شباب اليوم كلهم ما في واحد. يا ابو خالد يا ابو خالد هذا الكلام اللي ما احنا ما نقوله ده. فعل عطس ابو باسل صعلون. هذا صعلون لا ما وسال لا تبكي ورا ما شاء الله. روح يا ولد يا ولد يا ولد انت تسويها
كان باقي لها تكه يا ابو خالد. بعد ارجع سنه شويه يا ابو خالد. خذ مسافه. اطفى الكشاف الخلفي. ما ادري عنه. هو الان يطلع ان شاء الله. ابو خالد ارجع وغلق البنزين عليه. يا عيال غلق البنزين. يا اخي فين القهوه يا مسلم؟ ابو خالد روح اشحن وتعال. هو كهرباء؟ اه روح والله النقاب والسامعين يقول لكم انا جالس اجرب. جرب يا حبيبي. يا ذكر الله طيب. وين القهوة؟ ابو فيصل تعال يلا تعال. وين تعال امسك اللايف. تعال يا سعيد سفاري. وشو ابو فيصل بينزل يعمل محاولة ثانية. ايش بينزل بال منو اللي جاي؟ عدل مسارك. صوت يا عرب. وش صار؟ ما في صوت. الشبكه شويه. معليش الشبكه يا جماعه الخير شويه. ايوه يلا عزمك ما شاء الله. هذا هناك طاح فوق. هذا لسه ما نزل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب معليش يا جماعه. ايش فيك؟ الله اكبر. هاي لفت الكسارك عدل. شوف كيف يلف. خلاص نزلت زياده ترى. روح. ايش فيك؟ ما يرجع كذا. ما يرجع يا جماعه الخير. تعال لو ما محتوج. هنا توقف وترجع. ايوه ارجع ورا وخذ مسافه وعزم. بسم الله. يلا باقي لها تكه. خذ مسافه. ما اخذت مسافه يا سرواني. هذا كم طالع؟ اثنين ولا واحد؟ المفروض يكون طالع اثنين. ثقيل هو بس طالع واحد. خفيف يا سرواني. بس زعمه. خذ مسافه يا سرواني. اثنين دقيقة وتوكل على الله. اسمع انا اعلن اعتزاز وقت النساء عندي. اثنين دقيقة ما عاد اسوق نيسان. اثنين دقيقة ارفع ارفع ام. ارجع ورا ارجع. خلوا اللي ما في ارفع. خذ مسافه. شوف الطق سرواني. ارفع ارفع. ايوه 2 تدير وارفع 40. يموت. ارفع 40 ارفع. ما ينفع 40 بدك يموت. خذ 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 المفتاح منه. هو خلاص اعتزل النساء. وبيله تعليق. ايش فيك تعدل انت؟ يا اخي ليش كذا؟ ثواني ارفع 40 ارفع 40. ارمي التوتر ورا بالمركبة اللي ورا. أتعبت أنا معاك يا سرواني. أتعبت من قبلك ومن بعدك. أعطينا أجرب. أسمع بجرب على وضعه. إيش هو وضعه إيش؟ أطلع قدام وارجع نفس أطلع. الله شوفوا شبوا عليكم على الياسين في الله في الله في الله. سرواني.
ارجع سروان اعطيها مسافة، خذ مسافة، اعطيها مسافة كمان. سعيد كيف الخفيف فيه؟ ايش؟ الخفيف خفيف. تعبت انا معاك يا سرواني. السيارة ما فيها عزل. سرواني تعال تعال صور. ارجع ارجع. ايوه من اول نقول لك خذ مسافة. يلا روح. دعسة واحدة. ها. هذا ثاني دقيق. ارفع 40 مرفع. ما شاء الله. من اول من اول. علق الطقمة. ما شاء الله تبارك الله. هذا أبو فيصل الله يخارجنا. وين؟ فيصل يلا نشوفك على خير. يلا حبيبي درب السلامة. توصلون بالسلامة. ها يا أبو فيصل. الله عاش ابو فيصل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. يعطيك خيرك فيك شر يا ابو فيصل. خلاص روح 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 يروح يروح روح. يعني يبغى له محاولتين ثلاثه بس. لا خليه يجرب ترى حلوه الواحد يبغى يجرب يشوف ايش يغير نمره. ايوه يشوف خفيف ثقيل. اتوقع في شيء في قلبه في شيء في خاطره بيقوله. ابو فيصل في شيء في خاطره. ايوه يا ابو فيصل. ايوه 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 يا ابو فيصل في شيء في خاطرك انا عارف. وش هو؟ من هو؟ فيصل
ادري ايش في شيء في خاطره ابو فيصل. كذا نستودعكم الله حتى نراكم في الأسبوع القادم بإذن الله. فعاليات ما أعرف إيش حتكون وضعها، لكن تابعونا على السناب. تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.